نروح لشيء تاني إيجابي وفي نقط سلبية. الإيجابي فيه اللي هو ما يخص قناع الملك توت عنخ آمون، عاد إلى أرض الوطن مرة تانية، ويمكن في ناس ما تعرفش أنه هو أصلا ما كانش موجود في مصر خلال يمكن شهر ونص أو الشهرين اللي فاتوا. عاد القناع، تم ترميم الدقن اللي كان فيها مشاكل من قبل كده، وموجود دلوقتي في المتحف المصري. للي ما يعرفش، هو قناع توت عنخ آمون كان فين؟ لو تفتكروا حضراتكم، بعد ما دقنه اتكسرت في 2014 وحصلت عملية ترميم بدائية بكل جهل الحقيقة، اللي قالوا نستخدمه أمير واللي قالوا حاجات تانية كلها ما تنفعش الحقيقة لعملية الترميم، ده حصل في أرضنا أرض الوطن، وطبعا برعاية المسؤولين في وزارة الآثار على رأسهم وزير الآثار اللي هو يعني المسؤول الأول عن الآثار المصرية. حصلت كارثة الترميم دي في أغسطس 2014، وفي أكتوبر 2015، أكتوبر اللي فات ده على طول، قناع توت عنخ آمون غادر أرض الوطن وتوجه إلى إيه؟ إلى ألمانيا. ليه؟ عشان يعاد ترميم الدقن. الخبير الترميم المعادن الألماني اسمه كريستيان إكمان، ده اللي كان مسؤول عن فريق عمل، عشان هدف الفريق ده أو مهمته الرئيسية أنه يعيد ترميم الدقن. لما سئل عن أصعب مرحلة، شوفوا حضراتكم مرحلة الترميم، عملية الترميم أخذت وقت قد إيه؟ إحنا بنتكلم على تقريبا شهرين من أكتوبر، وإحنا هو يعني عدينا منتصف ديسمبر في الجزء الأخير في آخر 10 أيام هو من شهر ديسمبر، فبنتكلم على أكتر من شهرين لعملية الترميم دي بتتم. سئل خبير الترميم الألماني عن إيه أصعب مرحلة واجهتوها في عملية الترميم. قال لك الحقيقة أنه أصعب مرحلة كانت إن إحنا نفك الدقن ونشيل المادة اللي استخدمت في عملية الترميم الخاطئ واللي أجريت في أغسطس 2014. مرحلة بس إن هم يفكوا الدقن ويشيلوا الأمير اللي اتلزق بيه ده خدت منهم قد إيه؟ 3 أسابيع، 21 يوم. متخيلين؟ فريق عمل لمدة 21 يوم بيشتغل علشان يفك الدقن ويشيل المادة اللي استخدمت في مصر لعملية الترميم دي. وبعد كده قالوا ان هم راحوا لشركة خاصة طلبوا منها مادة خاصة جدا عشان تتم عملية الترميم دي، كما يعني زي ما بيقول الكتاب كده، طبقا للكتالوج، كتالوج كيف تقوم بترميم الآثار. وتم الترميم بمادة هي من شمع العسل. الخبير الألماني قال ان هم عملوا اختبارات كتير جدا لمواد مختلفة، ولقوا انه شمع العسل ده هو افضل مادة طبيعية ممكن تستخدم في عملية الترميم ولا تؤثر على الأثر. والمادة دي لأول مرة استخدمت في 1947 تقريبا لعملية ترميم مماثلة. هنا ده الشق الإيجابي في القصة كلها، أنه الحمد لله توت عنخ آمون القناع رجع مرة تانية وترمم وبقى 100 فل و14، وزي ما حضراتكم شفتوه في الصور كان منور إزاي مزهزه وهو جاي من بلاد برة، يا رب يفضل مزهزه وهو عندنا في بلاد جوه زي ما بيقولوا. يعني الشق بقى اللي مش ايجابي في القصه، سيبكم بقى من عمليه الترميم اللي تمت وبتاع، ورغم انه كنت دايما لما تتكلم مع العاملين في قطاع الاثار يقولوا ان احنا عندنا في قطاع الاثار من افضل الخبراء في عمليات الترميم. طبعا ده كشف في موضوع القناع انه يعني ده مجرد شعارات من نوعيه كده اللي هو ايه، ده احنا 7000 سنه حضاره، وده احنا اللي بنينا الاهرامات، واحنا اللي خرمنا الربع جنيه، ودهنا الهوا دوكو، والكلام ده كله يعني فيستك، مفيش حاجه من الكلام ده، الواقع بيقول كده مش انا اللي بقول. يعني الشيء بقى تعالوا بصوا على نموذج المانيا اشتغلت ازاي. اولا 3 اسابيع، 21 يوم بس عشان يفكوا الدقن ويشيلوا الماده اللي استخدمت في مصر دي. ثانيا دراسات بقى اتعملت وابحاث، طب هنرمم بايه؟ هات مادة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وجرب، ودي هتنفع ودي مش هتنفع، طب دي ممكن تأثر ازاي، طب نسيبها يومين نشوف هل هيبقى ليها تداعيات سلبية ولا لا. إلخ إلخ إلخ، أسلوب علمي، ناس شيك، ناس بتفكر، ناس محترمة، ناس مش بتفتي، ناس مش بتهجس، ناس ما بتقعدش تقول لك ده احنا 100 فل و14 ومفيش زينا 2 في الدنيا كلها، لا، ناس عارفين شغلهم بيتعمل ازاي. احنا ليه ما عندناش ناس كده في قطاع الآثار تحديداً؟
انا عايز افهم كينونه الشخص اللي فكر انه عشان يلزق الدق يحط امير. ده بيفكر ازاي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين وده الاساس، ده ازاي بيشتغل في وزاره الاثار ومسؤول عن عمليات ترميم؟ ازاي؟ انا مش عارف. طبعا افتكروا حضراتكم بقى التصريحات اللي وقتها انه حصل مشكله وبتاع وهنشوف حل ان شاء الله، ويحسسك انه يعني ايه يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ مكبرين الموضوع علشان انتوا فين يا جماعه من اللي بيحصل بره ده؟ انا بكلم وزاره الاثار حقيقي، انتوا فين من اللي بيحصل بره؟ شايفين الناس بتشتغل ازاي؟ شايفين الاسلوب العلمي؟ شايفين التحضر؟ شايفين العقل؟ شايفين الامكانيات؟ مش امكانيات ماديه، امكانيات بحثيه. الناس بتدرس يا جماعه، ما بتفتيش. مش الحق الدقن اتكسرت يا ابني هات شويه امير الزق حط خلاص كده تمام. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انت بتعمل اختبارات، ان انت بتعمل ابحاث، ان انت تروح تقرا وتفهم هو لو في اثر اتكسر ده العالم كان بيعمل ايه، بيحلوا المشكله دي ازاي، زي ما الناس دي عملت. هم وصلوا لموضوع الشمع العسل ده ازاي؟ عملوا ابحاث، شافوا هو عمليات الترميم دي بتتم ازاي، فوصل انه افضل طريقه هو استخدام هذه الماده. وده بعد ايه؟ بعد ما جربوا مواد تانية كمان عشان يعملوا اختبارات، يمكن يكتشفوا ان في ماده جديده ممكن تستخدم. دي ناس بتشتغل صح، واحنا عندنا في ناس بتشتغل مش غلط. يعني ده ابو الغلط وربنا يكفينا من الفتي الحقيقه والطلصقه. اقلب عادي، دقن اتكسرت حط امير خلصت، مفيش حاجه اسمها كده. هل بقى هناخد النموذج للي حصل بره ده ويبدا وزير الاثار يفكر لا ده احنا عايزين نعمل طفره عندنا؟ ده احنا ممكن يكون عندنا اثار عايزه تترمم. طب احنا كل شويه هنبعت المانيا ويا عالم الدفع كام عشان يتعمل تتم عمليه الترميم دي؟ طب فين بقى اللي كنا بنقول عليهم موجودين في قطاع الاثار ودول من افضل الناس اللي بيشتغلوا في الترميم في الدنيا كلها وبتاع، ناس زي الفول 100 فول 14؟ لهم كل الاحترام والتقدير، بس انا بتكلم على واقع موجود. الواقع بيقول النتيجه ايه؟ صفر. سواء بقى اللي استخدم الماده في الاول عشان يرمم، او ان احنا ما كانش عندنا الناس المؤهله عشان تعرف هي اللي تقوم بهذه العمليه المحترمه. شوفوا الصور بره عامله ازاي. دكاتره والله، دكاتره بيشتغلوا في عمليه الترميم، بيتعاملوا مع حاجه هم حقيقي للاسف الشديد عارفين قيمتها اكتر مننا بكتير، اكتر من اللي شغالين في قطاع الاثار عندنا، وعلى ما يبدو اكتر من هو على راس هذه الوزارة. اللي اعرفه ان انت لو ما تعرفش قول انا ما بعرفش، قول احنا ما يعني الموضوع ده جديد علينا، قول احنا نخاف والله الاثر ده قناع توت عنخ امون ده قيمة كبيرة جدا، ما نقدرش نجازف ان احنا نفتي ونحط اي حاجة ونلزق بيها. لا، طب تعالوا نعمل ابحاث، طب تعالوا نشوف، طب تعالوا نكلم الناس بره نحاول نفهم منهم، ولو وصلنا في الاخر ان احنا مش عارفين خلاص نبعت القناع بره، مش نقعد نجرب ونفتي نلبس الدنيا في الحيط وبعدين ندور على حد بره الحقونا والنبي يا جماعه عايزين نحل المشكله دي نعمل ايه؟ يعني في النهايه الحمد لله ان القناع عاد وبسلام، وموجود دلوقتي في المتحف المصري لكل اللي عايز يشوفه طبعا. ونتمنى انه التجربه المريره دي تكون يعني درس يستفيد منه قطاع الاثار بكل اللي عاملين فيه، وعلى رأسهم زي ما قلت وزير الآثار الدكتور ممدوح الضماطي. اللي عايز أقول له حاجة بالمناسبة، اهتمامنا بالآثار هو عشان جزء من تاريخنا، والمفترض أنه وزير الآثار يبقى مهتم أكتر مننا بالآثار المصرية لأن دي مهمته الحقيقة، هو المسؤول الأول عن هذا التاريخ. الرسالة الوحيدة اللي عايز أقولها لوزير الآثار أنه لا يعتقد بأي حال من الأحوال أنه في محاولات من البيت بيتك أن احنا نستهدفه ولا نهاجم شخص ولا ولا ولا. ليه؟ هل كان في سابقة معرفة؟ هل كان في مشاكل ما بين الوزير والبيت بيتك قبل كده؟ ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأنه الحقيقة في خلال من أسبوعين تقريبا صادفت يعني الأمور أنه التقيت بوزير الآثار اللي هو يعرفنا على فكرة، عارف البيت بيتك كويس وعارف مقدمين برنامج البيت بيتك، بس سلم بأسلوب كده اللي هو أنا مش منتظر منه على فكرة يحتفي بي على الإطلاق، على الإطلاق، بس يعني يبقى في احترام متبادل. للأسف ما حسيتش إنه موجود، وحسيت كده إن الوزير زي ما تكون عينيه بتقول إيه، هو أنتوا اللي كل شوية تتكلموا عليا، ويخطئ إن ظن إن إحنا بنتكلم عليه. إحنا بنتكلم على وزير الآثار
اللي حظه ان هو اللي موجود في هذا الموقع في هذا التوقيت، وللاسف ان الاخطاء اللي بتحصل وبتواجهها الاثار المصريه بتحصل في ظل وجوده على راس هذه الوزاره. فدي بس رساله كان مهمه نحب نوجهها له عشان ما افتكرش ان الموضوع ليه علاقه بشخصه، انما ليه علاقه بمنصبه، ودي حاجه ناس كتير الحقيقه محتاجه ان هي تبقى فاهمها كويس، انه احنا في البيت بيتك غير معنيين بالاشخاص على الاطلاق، احنا معنيين بمنهج العمل، باسلوب العمل، بان كل واحد يبقى على قد المسؤوليه الموكله اليه.